السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعين شهوات ام العربي. غادي نوجدوا مع بعضياتنا اليوم واحد مولي كيك يعني ديال اعياد الميلاد. فانا جاي عندي ولد اختي وعنده عيد ميلاد وغنديرها ليه مفاجاه، يعني حتى واحد ما عرفني راني غنوجد ليه شي حاجه. فقلت هو عزيز عليا وصراحه مربيه وغادي ندير ليه عيد ميلاد مفاجاه. فغادي نحتاج المولي كيك. اول حاجه هو الكريمه باش غادي يعني نغلف هذا الكيك. غادي ندير كيك كريمه مونتي بالشوكولات الاسود والكريمه. فالهاد غادي ناخذ اول حاجه اللي غنوجدوها هو هاد كريم مونتي بالشوكولا اللي غادي نحتاجو فيه هنا 250 غرام ديال الشوكولات الاسود النوع الجيد البنات اللي هو هذا الشوكولا غيش. هاد الشوكولا غيش كيدير 100 درهم للكيلو. فخديت 200 انا شريت نص كيلو 500 غرام قسمتها على جوج لان مازال باغا نخدم بها. فتقريبا 250 غرام كتقام بشي 25 درهم. وهنا غادي نحتاج نص سيترو اولا 500 مللتر ديال القشده الطريه. هاد 500 مللتر ديال القشده الطريه قاسمها على جوج، كل 250 غرام بوحدها 250 غرام. غادي نخليها بارده البنات، مهم تبعوا معايا الطريقه باش تنجح معكم. وال250 غرام ديال القشده الطريه الاخرى غادي نسخنها، هي اللي غادي ندوب فيها لو شوكولا ديالنا. انا غندير هاد ال250 مللتر الاولى تسخن حتى توصل لدرجه الغليان وغادي نزولها ونتلقاو باش نكملوا التتمه. كيف كتشوفوا غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نطلع فيه بمره يعني الكريمه ديالنا. غندير فيها 250 غرام ديال الشوكولاته الاسود على هذا الشكل وغادي نفرع عليها هذيك ال 250 غرام 250 مللتر ديال القشده لي سخنتها حتى طلعت الدرجات ديال الغليان بحال هكا. ونحاول ما نقيسوش، غير غادي نهبط الشوكولا كامله لان الا بقينا نحركو دابا بالسباتول كتبرد لينا، يعني كتخفض لينا الدرجه ديال الحراره. فانا دابا غادي نخليه واحد غير واحد جوج دقائق ومن بعد غادي نتلاقاو باش نكملو تتم التحضير، يكون الشوكولاته بدا كيذوب لينا. فهنا كيف كتشوفوا دابا غادي نتا هانتو ها هو بدا يذوب. غادي دابا نبدا نحرك فيه ونساعدو انه يذوب لينا. هانتو كنأكد البنات هاد الكريمه يكون الشوكولات النوعيه الجيده، هذا اللي تيكون مار ونسبة الكاكاو فيه تتكون 50% والفوق. هذا راه فيه 75%. هانتو ها هو كيدوب.
فانا ما بغيتش ندير كل فيديو بوحده، يعني فيديو في واحد غادي نديرو فيه الكيك يعني المولي كيك ديالنا، ونديرو فيه هاد الكريمه مونتي وبالشوكولاط الاسود، وغادي نديرو فيه حتى هذاك لاغاناش اللي غادي نزوقو به من الفوق. يعني صافي ها هو داب كيف كتشوفوا. فهذه كتبقى اسهل طريقه ممكن توجدوا بها هاد. هانتو شوف دابا اشنو غادي ندير، غادي نعاود نولي نضيف عليهم، نتاكد ان الشوكولا كلها دابت. هانتو كله داب مبقاش. دابا غنولي نضيف عليه هاد الكريم فريش اللي بارد. عفوا صافي، وغادي نخلط حتى هو، غادي نبقى نحرك فيه حتى وكان ينسجم ليا. غير شوفوا تبعوا الوصفه كيف ما عطيتكم، لان بزاف كيقول لك ما تينجحش معاهم، ولكن هكا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ينجح معاكم باذن الله. وعم ربي ما خيبني معاكم البنات، كيف كنتعلم الحاجه حتى انا كنحاول نصورها معاكم ونبارطاجيها معاكم كيف تعلمتها، يعني ما نزيد ما نقص. صافي على هذا الشكل كنحرك فيها، فهنا كتشوفوا بعد ما حركته صافي راه هو هذا. غادي ناخذ بلاستيك الغذائي، دابا راه بارد راه ما سخونش البنات، وغادي نحاول نغطي به هذا. لحد الان راه باقي بحال الكناش، يعني راه باقي ما طلعناهاش. غادي نحاول نغطيها والبلاستيك يلامس ليا الطبقه ديال الشوكولاته هكا. صافي غادي ندخلو الثلاجة، خاصها على الاقل 4 ديال السوايع. هذاك الشيء علاش كنبداو بها هي الاولى، وعاد غادي نتلاقاو باش نوجدو الكاك ديالنا. دابا غادي ندوزو نوجدو الكاك ديالنا، غندير لكم غير واحد الكاك اللي ساهل وبسيط، يعني ما فيهش المكونات ديال المولي كيك. فالعجين ديال الكاك ديال المولي كيك فهي مختلفه، يعني كتخدم بلا كريم فريش وكتخدم يعني فيها شويه ديال الخدمه. فانا غادي نعطيكم واحد الكيكه اللي زوينه بزاف. فغادي نحتاجو 8 ديال البيضات اللي فرقتهم البيض بوحدو والاصفر بوحدو. انا هاد القياس غنديرو في المول ديال 22 سنتيم، فاللي غيدير 19 ولا 18 دائما راه غنتنقصو. انا غادي ندير هذا، فغادي كيف قلت لكم احتاج 8 ديال البيضات، فرقتهم الصفر بوحدو والبيض بوحدو. غنحتاج 250 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وهاد المكونات البنات غنكتب لكم المقادير حتى بقياس كاس العنبه في صندوق الوصف. 250 غرام ديال الدقيق مع 250 غرام ديال السكر سنيده مع 60 غرام ديال الكاكاو المر مع جوج كيس مع كيس واحد ديال خميره الحلوه عفوا، قبيصه ديال الملح، جوج كيس ديال السكر فاني، و 150 مللتر ديال زيت المائده او كاس ديال العنبه. اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي ناخذ هاد الابيض ديال البيض، وغادي نديرو نطلعوه يعني مزيان. فكيف قلت لكم غادي ناخذ الابيض ديال البيض وغادي نديروه في العجان، وغادي نديرو يتخلط مع هاد القبيصه ديال الملحه، وغادي نديرو يتخلط حتى يطلع لينا مزيان. هنا كيف كتشوفوا من يطلع غير شويه هانتو. فدابا غادي نضيف السكر على دفعات، يعني غادي ندير نص المره الاولى، وغادي نديرو كيخفق ونعاود نولي نضيف الجزء الاخر. هنا غادي نضيف هذاك الجزء الثاني صافي، ودابا غادي نخليه يتخفق حتى يتضاعف الحجم ديالو. بغيت غير نوريكم البنات القوام اللي بغيت نحصل عليه.
اللي هو هذا فهمتوا، كيولي عندنا امورانك اللي كيدير لينا واحد لوباك ها شفتوا. فغادي دابا في هذه المرحله، فراه الفيديو غيجيكم طويل، ما سمحوا لي البنات، بغيت نشرحها لكم مزيان. فدابا غادي يعني نسد وغادي نبدا نخدم القبيله، كديرها حتى لربعه ديال السرعه. فدابا غادي نقصها غير الواحد، وغادي نبدا نضيف هذا البيض ديالي وحده بوحده. هنا كيف كتشوفوا ها هو طلع لينا، يعني صافي دابا واجد ليا. ومني كان مني كنزيدوا السكر والزيت فكنديروا على اقصى سرعه، يعني بحال دابا انا كنت المره الاولى دايره في ربعه فهبطها لواحد وشويه لجوج، فهمتوا كيف كيبقى ليا القوام اللي خاصو يبقى ليا، وخزت البيض والسكر وخزت عفوا الزيت والسكر، وداك السكر فاني بقى ليا كيف ما بغيتو. دابا غادي ندوزو نديرو الطحين، ولكن قبل ما ندير الطحين والكاكاو والخماره غادي نغربلهم، غادي نغربلهم عاد نتلاقاو باش نكملو ليطاب هاد الثالثه واللي هي حساسه شويه ديال الطحين. هنا كيف كتشوفوا ها انتو انا غربلت هذاك الكاكاو والخميره والدقيق، وهنا في هاي الخليطه ديالنا ديال البيض. وهذا انا كنخدم بهاد سباتول، علاش؟ لان فيها الفراغات وكتبقى تدخل ليا يعني مزيان الدقيق في هذا. فدابا غادي نبدا نضيف الدقيق والخماره على دفعات بحال هكا، وغادي نبدا نخلط بالطريقه المعلومه، يعني من تحت الفوق باش ما يتهرسش ليا البيض ديالنا ويبقى في الفوليوم ديالو، يعني على هذا الشكل نبقاو ندير معاه الخاطر البنات. انا راني متقله غير على قبل باش تشوفوها مزيان تدخل ليا هاد الكميه، ونعاود نزيد الطحين. هنا غادي نديرو على ثلاثه المرات، يعني درت المره الاولى هي هذه، غادي ندخلها وغادي نزيد، ودائما من التحت الفوق لان الدقيق كيهبط لينا للتحت وممكن بعض المرات نلقاوه باقي. صافي غادي نزيد الكميه الثانيه، ونخلط ثاني حتى وكان نكمل البنات الكميه اللي عندي كامله ديال الطحين. هنا من بعد ما كملت التخلاط ديالي ديال الدقيق كامل، فدابا خديت واحد المول اللي فيه 22 سنتيمتر اللي كله دهنته بالزبده، وفرشت ليه الورق ديال الطبخ، دهنت الزبده غير باش يلصق ليا ورق الطبخ، فدرته في القاع وفي الجناب. ودابا غادي نفرغ الخليطه ديالنا ديال الكيك هانتو بهذا الشكل. الفران دايره حتى يسخن، غادي نديرو على 170 درجه، وغادي ندخل غادي ياخذ ليا لمده تقريبا واحد الساعه، وعلى 180 درجه الا كان الفران غاز درجه حراره متوسطه، وندخله حتى يطيب ونتلاقاو من يطيب لينا الكيك ديالنا. هانتو نتمنى يكون باين. صافي غادي ندخلو يطيب وغادي نتلاقاو مني غيطيب لينا باذن الله. فهاد الاثناء وانا غادي ندير الكيك يطيب البنات، فغادي ندير واحد السيرو اللي هو حتى هو كيطيب لينا، اللي فيه واحد الكاس ديال السكر، عفوا كاس ونص ديال السكر مع جوج كيسان ديال الماء مع واحد العصره ديال الحامض، ونسموه باش ما بغيتو. انا غادي نسمو بواحد الروح ديال الشوكولات. هذه هي لاكريم بعد ما خليتها 6 سوايع البنات في الثلاجه، هي هذه هانتو كيف غتشوفوها ناجحه، ها هي عقادت مزيان. دابا غادي نحيدها وغادي نديرها في البول ديال العجان ديالنا، وغادي نديرها تطرب بحال غنطرب شي كريمه حتى تطلع لينا مزيان. فغادي نفرغها هنا هانتو شوفوا
يعني. ودائما اللي كنوصي عليه باش تنجح معاكم هاد لا كريم مونتي بالشوكولات، دائما الشوكولات يكون النوع الجيد. الله اكبر. هنا كيف كتشوفوا دابا غادي نديرها، ها هي درتها وغادي نخليها تخفق حتى تولي عندنا واحد الكريمه طالعه مزيان. الكيك ديالنا من بعد ما خليته برد مزيان مزيان كيف كتشوفوا، فقطعته لثلاثه ديال القطع بحال هكا، ثلاثه ديال الحصص. خديت السيرو اللي وجدته كيف قلت لكم بالماء والسكر والقهوه سريعه الذوبان وكطلع من الكريم. سقيت الطبقه الاولى، فدابا غادي درت كميه من الكريمه حتى نبغي نخدم من بعد تمنتوها مزيان. بعد دخلت شويه ديال الشوكولات هنا البوينو ودرته، وغادي ناخذ واحد الطبقه، درت طبقه اخرى وسقيتها وتا هي درت لها الكريمه والبوينو. بالنسبه لهاد الطبقه الثالثه فقطعت لها داك الطرف الفوقاني كيف كتشوفوا وسقيتها حتى هي مزيان مزيان حتى هي كيف كتشوفوا. وغادي نطاليها بالكريمه كامله ونقادها لها ونسويها على الكيك ديالي كامل. من بعد غادي ندخلو للثلاجة يبات ليلة كاملة غير في الثلاجة ماشي المجمد، وغادي نتلاقاو. هنا الكيك ديالنا من بعد ما خرج من الثلاجة بيتو ليلة كاملة، فغادي نوجد واحد لاكاناش الشوكولا اللي فيه 150 مليلتر ديال القشدة الطرية مع 100 غرام ديال الشوكولا غيش. فخديت القشدة الطرية وغليتها يعني سخنات، وغادي ندير فيها الشوكولات 100 غرام. وكان يعني انا خدمت هاد الحلوة كلها بالشوكولا غيش، فهنا غادي نخليه شوية غير يبدا يدوب ليا مع ديك الحرارة ديال القشدة الطرية صافي. وغادي ناخد واحد المعلقه ولا سباتولا ونبقى نحرك فيه حتى يعطينا واحد الكناش اولا كريمه سائله اللي لامعه بزاف. هنا كيف كتشوفوا بديت كنخلط فيه مزيان حتى يولي عندي لامع، يعني واحد الكناش اللي لامع، ونخليه غير يدفى. وغادي نديرو في واحد البوش اولا بوش جوطابل ولا شي مهم شي حاجه اللي غادي نزينو بها، لان غادي نزين بها الوجه والجوانب ديال الكيك ديالي على شكل دميعات. فهنا عطيت القمر بنتي هي اللي تتخلط مكايسه. فهنا هي خصها تخلط مزيان ماشي بشويه بشويه. عاد دويت معاها قلت لها لا خلطي، عاد خلطتها مزيان كيف كتشوفوا صافي. ونبقى نخلطها حتى تعطينا واحد اللمعه واحد لابغيونس كيف غتشوفوا في الاخر. ها هي بدات كتعطينا ديك اللمعه اللي باغين. وغادي نديرها كيف قلت لكم في واحد البوش جوطابل، اولا انا عندي هذيك اللعيبه بحال القريعه ديال السيليكون فيها الرويس ديالها رقيق، فغادي نفرغوا فيها هانتو. وغادي نبدا نشكل في الكيك ديالي على شكل دميعات، وغادي نقاد ليها الوجه ديالها حتى هو. فكنبقى غير بشويه بشويه ندير على شكل دميعات كيعطي واحد المنظر واحد زين زوين للتورته ديالنا او لاي كيك يعني، واخا تكون غير عاديه. فغادي نكمل انايا على هذا الشكل. واللي غيبقى ليا من هذاك لاكاناش غادي نسويه على السطح ديال الكيك ديالنا، وغنزين بانواع من الشوكولا يعني في جناب غادي ندير الشوكولات، وحتى في سطح الكيك غادي نعمرو كله شوكولا. فهاد الكيك كانت هديه لولد اختي في عيد ميلاده، جا عندي للدار ودرتو ليه. هو من عشاق الشوكولا، واخا الدري واخا عمران عنده غير 3 سنوات ولكن كيعشق شي حاجه سميتها الشوكولا، داكشي علاش درتو ليه كلها شوكولا. فاللي كنتمنى ليه عيد ميلاد سعيد والله يوفقه ويكبره في طاعة الله.
فانا كيف قلت لكم غادي نسوي السطح، غادي نعمره كامل بلا غاناش ونقادو مزيان، وغادي يبقى لكم تزيين على حسب الاختيار ديالكم، زينو باش ما بغيتوه البنات. هذه هي الكاك ديالنا البنات، من بعد ما كملتها قدامكم فانا ما درتش غير تزيين ديال الشوكولا، يعني كل واحد كيزين باللي بغى. فانا ولد اختي عزيز عليه الشوكولات بزاف بزاف، وتيموت على الشوكولات بزاف بزاف، وكنقول ليه جوايوز انيفيرسير عمران بالصحه والسلامه، ونشوفك كيف ما كنتمناو يا ربي، والله يحفظك الميمه ديالك اللي هي الاخت ليلى اختي، كنقول الله يحفظهم ليك لا هو ولا نجاة، وتشوفيهم كيف تمني. فالفيديو ديال اليوم كان عبارة عن هاد الكيك اللي حتى نتوما كنتو باغينو بزاف بزاف، وكانت عليه طلبات كثيرة، وانا حاولت نديرو معاكم. يعني هو البنات راه ما كيكونش اقتصادي، انا حاولت نقتصد في الجنواز، لكن الكريمه ممكن تبدلوها بلا كريم ديال الزبده بلا مورانغ سويس، كيف ممكن ديروها غير بالشونتيي، انتما لكم الاختيار. فنتمنى الفيديو ديال اليوم يروقكم وينال الرضا ديالكم وتجربوه، والى عجبكم كيف ديما ما تنساونيش من لايك الفيديو، وما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم وبتعليقاتكم وارائكم اللي كتفيدني بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد بحول الله. اما على راكم عارفين دابا ما خصنيش نقطعها دابا، مي راه غادي نصورها لكم وهي مقطعه باش تشوفوها من كيف كتجي من الداخل. نتلاقاو في فيديو جديد بحول الله.